بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بيكم في أخبار الفن والفنانين. في أواخر عام 1990 نجت بأعجوبة الفنانة هالة فؤاد من مضاعفات ولادة متعثرة لابنها الثاني، حيث أصيبت بجلطات متلاحقة في رجليها وكانت على وشك الموت. وبتقول إن التجربة دي علمتها إن الحياة قصيرة، وبالتالي قررت أن ترتدي الحجاب وتعتزل التمثيل وتتفرغ لحياتها الزوجية ولعبادة الله سبحانه وتعالى. بعد الاعتزال بفترة قصيرة تم تشخيصها بسرطان الثدي، وبدأت رحلة علاج طويلة في فرنسا والقاهرة. تم علاجها من السرطان لفترة مؤقتة، ثم عاوتها هذا المرض مرة أخرى وبشراسة، فواجهت المرض بشجاعة وإيمان غير مسبوق، وأمضت أيامها الأخيرة في الدعوة إلى الله حتى بين الممرضات والمرضى أثناء مكوثها في المستشفى. وفجعت بعد ذلك في أيامها الأخيرة بوفاة والدها المخرج أحمد فؤاد، ودخلت في غيبوبة متقطعة في أيامها الأخيرة. ونشرت الصحف المصرية خبر وفاتها مرتين، إلى أنه كان يتم تكذيب هذه الأخبار مع الإعلان بأن حالتها حرجة جدا. وأسلمت الروح لبارئها في 10 مايو عام 1993، وقالت الفنانة عفاف شعيب أن وجهها كان به نور ملائكي غريب بعد وفاتها شهد به كل من رآه، وتصادف إن كان آخر مشهد أدته في عالم التمثيل كان مشهد وفاتها في مسلسل قطر الندى.